قولي لي بقى، خدتوا يعني قرار الاستقاله دي ازاي وايه اللي حصل، وشايفين بكره هيبقى ايه ان شاء الله؟ طيب تسمحي لي بس ارد على حته مصر رايحه الى فين دلوقتي. حالا حصل ان النائب العام قمر عمل ضبط واحضار لاعضاء حركه تمرد، وبالتالي 22 مليون مصري هيجي لهم ضبط واحضار. فاذا كان الضبط والاحضار، وانا بقول لسياده النائب العام، اذا كان ضبط والاحضار لحركه التمرد فليخرج ضبط واحضار ل 22 مليون وانا منهم، بتهمه التحريض على انقلب نظام الحكم. وانا كمان مضيت على فكره، انا كمان في متهمه. احنا انا مش عارفه ازاي، فبنقول مصر رايحه لفين، فكلنا دخلنا عندنا ضبط واحضار. فيعني هنيئا لكم، وده وسام شرف على صدورنا كلنا ان كان التهمه دي تحرر مصر من ما نحن فيه. الموقف الثاني بقى اللي هو موقف الاستقاله، احنا الحق الاستقاله دي كان وطير مدني، احنا حوالي 52 نائب ونائبه، بيننا المستقلين وبيننا من احزاب حزب المصري الديمقراطي، حزب الوفد، حزب مصرنا، حزب التيار المصري. فكان في الفتره اللي فاتت، خاصه بعد الخطاب الرئيس اللي كنا كلنا خاب توقعاتنا فيه، انه كان يكون هناك قرارات حاسمه للم شمل الشعب المصري، مش لزياده الفرقه. وكنا بنفكر في موضوع الاستقالة، لكن ما حدث امبارح بالضبط الأمس إنه دماء تسفك، ده كان لازم يمكننا، هو ده الموقف، إنه ما قدرناش نستحمل إنه دم مصريين من أي فصيل، من أي فصيل. صحيح، إحنا مصر، مصر ده اسمنا، ما ينفعش نستحمل وأنا نشارك في إنه يبقى فيه دم في الشوارع. وده اللي أخذناه النهاردة، إنه قرار موجود ولكنه خرج بسبب امبارح وبسبب إراقة الدماء، وان دم كل المصريين غالي على كل نائب، وان كل نائب وقف حلف اليمين. وانا هنتهز الفرصة وهدعو التيار الحزب النور، انا اعلم انه حزب من الجهة المعارضة قوي جدا، انه يتقدم بالاستقالة مع التيار المدني، لانه احنا قمنا بحلف مقدس جدا لكل المصريين، وقلنا نحن لكل المصريين، وبالتالي احنا نخرج من المجلس اللي في الوقت الحالي مش موجود مع الشارع، ومش سامع صوت الشارع، ومش سامع النبض اللي موجود في الشارع. صحيح صحيح.